إن شاء الله هذه أمنية كل إنسان مسلم بحياته حتى لو مرة واحدة. وإن شاء الله الشعائر نقيم بها على أحسن ما يرام، وإن شاء الله ندعو من الله أن يقبلها من عندنا ويغفر ذنوبنا ونرجع سالمين إلى أهلنا بعد ما شفنا من كرم الضيافة والاستقبال والمحبة من قبل كل الأخوان الشعب السعودي من صغيرهم إلى كبيرهم. حجي يا أم علي من كربلاء، أفتخر بهذا اليوم، أفتخر كلش بهذا اليوم، وأتمنى كل واحد يجي يزور ويزور الكعبة، يزور الرسول، إن شاء الله الكل تجي، وما مقصرين أنتوا، والله ما مقصرين. اسمي عفاف عبد الرضا علي، من العراق، جاي لأجل الحج السنة، وجاية عمرة أنا هواية قبلها يمكن 11 مرة أنا جاية، وراها صارت ظروف وصحتي ترددت ما قدرت أجي نهائي من الأذية، البشر يأذي، صرت مو هاليد، بس الله كرمني بالحجة هاي، وهاي فرحة ما ينالها أي واحد. الحمد لله والشكر عندكم واستقبالكم وحبكم لنا ومحبتنا لكم. الحمد لله والشكر، الله قسم لي ودعاني أن أجي أزور وأحج بيت الله الحرام. والله بصراحة اللسان يعجز عن وصف خدام المملكة العربية السعودية واستقبالهم الرائع، يمكن تخون الكلمات أن أوصفكم وصف معروف بصراحة، وصف أكثر من رائع، لأن من المنفذ الحدودي لحد الصالة هنا، لحد الاستراحة، لحد الخدمات، الكل يقومون بواجب الحجاج ما شفت مثله. أنا زرت هواي دول بالعالم ما شفت استقبال لشخص غريب على دولة مثل استقبال حضرتكم أنه